النفس وكيف نتكلم عن صورة ممكن عن الأهل. هلأ بدنا نتابع كيف نعرف عن نفسنا أكثر، الاسم، الأشياء اللي بنحبها أو بنفضلها، نوع الطعام ممكن اللي بناكله، الوقت عنا، طريقة فتح حديث مع أصدقاء أو زملاء في العمل. تمام. Okay, now we are going to read first. نقرأ بنكسر القطعة بناخذ نشوف شو في معاني مش مفهومة، وهي القطعة الزاخرة بالكلمات اللي بتشبه بعض لكن بتختلف في المعنى، يعني النطق متشابه. رح أعطيكي كلمات هي مش موجودة، عندنا كلمات وفي إلها كلمات مشابهة لكن تختلف في المعنى، النطق متشابه لكن تختلف اختلاف كلي في المعنى. Okay. Would you like to start reading? Okay. Kenji. Kenji. Yes. Kenji. Yes. Kenji. Hi, I am Kenji from Japan. Very good. It is morning. I eat rice and for breakfast. I have a drink too. It is green tea. Very good. Okay. Yes, very good. Excellent. Vanessa. Vanessa? Vanessa. Yes, Vanessa. Vanessa. Hello, Jinky. I am Vanessa from Colombia. Yes, very good. It is not morning. It is not morning here. It is afternoon. I eat fish, chicken, or soup, and a dessert for lunch. Very good. I drink juice. I like coffee. Very good. Okay. Angela. Hi, mm-hmm. Kenji and Finita. I am Angela from Canada. We are English students. It okay. is evening here. My dinner is early. It is not late. Late. It's pasta, a salad, and bread. Goodbye. Okay. Kenji and Finta, see you next time. Very good. Excellent. Now, Kenji, he is from Japan. He's introducing himself. Okay, he's introducing himself and talking about his favorite food and what he eats for breakfast. Okay? Okay. عرف عن نفسه، مكان اسم دولته، الوقت عنده، and شو بحب ياكل في الصباح على الإفطار. Okay, ايش الأشياء اللي بحب ياكلها ويشربها. Now, I eat rice, الأرز, and soup, not soup. Soup, okay. Soup. هلا عندنا soup حساء. Okay. Soup اللي هي صابون. بدل اليو okay. A بصير صابون soap. Soap. Okay. Okay. انت قرأتيها مرتين soap بس ما حبيت اردك عشان تركزي انه هدول الكلمتين كتير متشابهات بيخلف المعنى. Okay. تمام. Okay. Soap. 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 حتى soap صابون. صابون. الاختلاف في حرف واحد. U A. Now, for breakfast, على الإفطار, I have a drink too, it's a green tea. ولدي أيضا شراب هو الشاي الأخضر. Now, Vanessa, she's from Colombia, and it's not morning in Colombia. ليس الصباح في كولومبيا, it's afternoon. إنه بعد الظهر. Okay. I eat fish, chicken, or soup. Fish, سمك, chicken, دجاج, soup, حتى. Yes. Yes. And dessert. Dessert. Do you know what's the meaning of dessert? I don't know. تحلية أو الحلى. تحلية. Yes. Okay. الحلى الحلويات اللي باكلوها في نهاية الوجبة. صح. Yes. صح حكيت بصح صح إيه. Dessert تحلية. Do you know what's the meaning of dessert? I don't know. Dessert. أنا أفتكر إني سمعت dessert
في الكافيهات اللي عندنا yes يقولوا تحتاجي ديزرت، فاقول لهم لا، فاني ما يعرفوا اصلا. yes هي تحلية ديزرت، لكن ديزرت you should know it، ديزرت معناها الصحراء. صحراء yes تمام. الفرق بينهم حرف واحد، ديزرت اللي هو الاي ولا no ديزرت دبل اس، ديزرت 1 اس. اوكي تمام. اوكي ديزرت نقرا الاس بسرعه، لكن ديزرت بنشدد على الاس. الدبل لما نعمل الحرف دبل كانه بالضبط اضفنا شده للحرف، ما في شده باللغه الانجليزيه، ما في حركات، فبيصعدوا عنها بالدبل. اوكي دبلكشن اوف ذا ليترز اللي هي مضاعفة الحرف، كأننا منشددها فتقرأ بقوة أكثر، يعني ديزيرت ديزرت. صح ديزرت يعني صحراء. صح أمس أخذ yes. نعم yes okay about yesterday كيف شفت الوضع؟ والله ممتع هو تيتشر، بس عارفة نايمين ما في حماس. okay. صراحة أنا صارت المحاضرة ممتعة أكثر لما دخلتي أنت، وكمان دخلت شهد. شهد يس شهد عمرها I think 14 or 15 only. حركت كثير الوضع. سارة بتشارك، عيد بيشارك، لكن الأغلب البقية بيفتحوا، وأنا ما بحب أحرج حد إنه جاوب. ايضا ابراهيم انضم الي جديد، ابراهيم هو طالب عندي اصلا لكن ما كان ياخذ معي تريننج، انضم النا صار يدخل جديد، ضافوا على التريننج. برضه ابراهيم بيشارك لكن هو وقت المحاضره بيكون بوقت عمله بالضبط، فبيكون يعني مستمع وبنفس الوقت بحب يشارك، هو حرام مشارك يعني. اما البقيه في منهم طلاب عندي منهم لا، لكن اغلبهم نايمين او ما بفضلوا انهم ما يشاركوا، بيستحوا. لو الله تيتشر انت عارفه لو تناديهم بالاسماء تحمسيهم اكثر، يصيروا يبداوا يتعلموا اكثر. لا بصراحه حاولت اكثر من مره انادي بالاسم، لكن هلا الطلاب الذكور ممكن، لكن الاناث بحس عندهم شوي تحفظ لما بيكون في معانا طلاب ذكور، بحس عندهم شوي تحفظ، ما بيحبوا يعني، بفتح عليهم شو اسمه مثلا بنادي بالاسم بيستحوا يجاوبوا، بسكروا بيعملوا ميوت، ما بيحبوا يشاركوا ويكون في طلاب، فما بحاول ما بحب انه احرجهم هيك زياده عن اللزوم او اشد عليهم، ما بحب احرجهم لانه يعني بكل بساطه بضغطه زر هو بيترك المحاضره، وانا معنيه انهم يستفيدوا حتى لو ما شاركوا، معنيه انهم يستفيدوا من مشاركه الطلاب الثانيين، خصوصا الطالبات يعني وضعهم شوي حساس، في منهم ما بيحبوا يشاركوا، بيستحوا، بيخجلوا، عندهم تحفظات ممكن، لكن البقيه وضعهم ماشي. امبارح كانوا مشغولين الاغلب، خصوصا ياسر. ياسر ايضا طالب عندي وهو مجتهد، صح انه شوي ضعيف لكنه مجتهد، حرام بيدرس. هلا انا امبارح بصراحه انبسطت في المحاضره لما كنت انت وشهد، صدقا عندنا هلا محاضره انا بنبسط فيها لما بحس انه في مشاركه هيك والفه، وبحسكم انه بتستمتعوا شوي. اليوم رح احاول انه يكون فيها conversation اكثر، محادثه. اليوم رح اكون معكم. ليش؟ لانه مو انا دحين كلاسي بعد yes. يعني اقدر ادخل في الكلاس الثاني؟ Yes of course. سكري من هون تدخلي طوالي على الرابط الثاني ببعث لك اياه، بحاول نخلص قبل بخمس دقائق منشان اعطيكي مجال انه تطلعي من هون ويبعثوا لك الرابط، وتاخري خمس دقائق ما في مشكله. اوكي لا ادخلي انه حتى لو شكرا لك يا دكتور. لا مش العفو العفو بالعكس يعني، هو المانع وين المشكله انه يكون عندك كلاس الا اذا كان عندك انت ظرف او انه عندك مشغوله. ما عندي شيء يا دكتور يا تيتشر، فما ادري يعني، انا حسبت انه انا بس مثل ما واحده كلاس عشان كده. لا 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 لو ادري والله يا سلام، ما يا حلو. ادخلي اني تايم يو وانت
التريننج اي وقت بتحبي، سواء عندك محاضرة كانت معي او لا، التريننج اي وقت إلك مفتوحة. تمام، شكرا برضو، والله العفو مرة شكرا. العفو العفو. ولو تمام. now we have Angela, the last one. Angela, she is from Canada. هي من كندا. And we are English students. نحن طلاب لغة إنجليزية. It's evening here. إنه المساء. My dinner is early. Dinner معناها عشاء. Early مبكر. Early مبكر. تمام. Yes. It isn't late. Late متأخر. The opposite of early. عكس early late. Late. Yes. بنقول عن المتعاكسات أو المتضادات opposite. Okay. I eat pasta, salad, and bread. الباستا اللي هي المعكرونة، سلطة سلطة، bread الخبز. لا، goodbye Kimchi and goodbye. See you next time. Yes. Now see you next time. لأنهم هم طلاب وزملاء مع بعضهم البعض. إنه أراك المرة المقبلة. لما بدنا ننهي محادثة مع شخص، نحن يعني معتادين إنه نتعامل معاه أو نشوفه بشكل متكرر، بنقول see you next time، أراك المرة المقبلة. أوكي؟ تمام. أوكي، now تمام، let's كلها واضحة. واضحة؟ هلا جايين على الكلام.